صباح على حضراتكم مره تانية، وخلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا في الاستوديو ليندا عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير بسنت. صباح الخير شاذلي. صباح الخير يا ليندا. الحقيقه بسنت الجو حر جدا الصبح وبالليل معتدل، يعني تمام. وطبعا الرطوبه عاليه، داخلين على اغسطس اكتر شهر يمكن حر بالظبط، والرطوبه كمان هتبقى عاليه فيه برضو زي سبع بالظبط. ربنا يستر. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.96، اما الشراء فسجل 18.88. اليورو البيع سجل 19.25 والشراء سجل 19.16. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.85 والشراء سجل 22.75. الفرنك السويسري البيع سجل 19.74 والشراء سجل 19.66. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80 اما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه و5 قروش والشراء سجل 5 جنيه وقرشين. الدينار الكويتي البيع سجل 61.75 والشراء سجل 61.41. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.16 والشراء سجل 5.14. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 849.5 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 991 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1132.5 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7928 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. الصبح في نسب رطوبة عالية، ودي هتزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.